الأحافير هي بقايا كائنات حية كانت عايشة من زمن قديم، وهذه البقايا حفظت إما على شكل كامل أو على شكل جزئي، ومن ثم حفظت عبر السنوات حتى اكتشفناها في الوقت الحاضر. إيش الأشياء المهمة في الأحافير؟ تعطي دلالة على الكائنات الحية اللي عاشت من زمن بعيد، وطبعاً كل أحفورة لها زمن عمر جيولوجي معين وعاشت فترة زمنية معينة، وده الشيء يساعد العلماء في معرفة البيئات القديمة والتغيرات اللي حصلت على سطح الأرض وأشكال الحياة السابقة، وأيضاً تحديد أعمار الطبقات ومن ثم تتبع الثروات الطبيعية. طيب، عشان تحفظ الأحافير وتتحول من كائن حي إلى أحفورة، لازم تحفظ بأحد أنواع الحفظ التالية: إما حفظ الكامل، إما حفظ الهيكل الصلب، إما إجراء له عمليات أخرى مثل التكربون والتمعدن والاستبدال، إما تكون على شكل قالب ونموذج، إما يحصل عملية تصخر، أو أنها تكون آثار وطوابع. هذه أنواع طرق حفظ الأحافير. النوع الأول بقايا الهيكل الصلب، بما معناه أنه الجسم الرخو من الأحفورة يتحلل ويتلاشى ويبقى عندنا بس الصدفة أو الهيكل العظمي أو العظام أو الجسم الصلب من إيش؟ الكائن الحي. فيمكن الحفاظ على بقايا الهيكل العظمي أو الصدفات إذا تكون تتكون من معادن مستقرة زي الكالسايت زي فوسفات الكالسيوم دون تغيير في التركيبة الكيميائية والبنية الداخلية، يعني حفظ الجسم زي ما هو، الجزء الصلب زي ما هو بدون تغيير على النسيج. في ظروف نادرة ممكن تحفظ برضو بعض الأنسجة الرخوة ضمن الأحفورة. هذا على سبيل المثال مجموعة أصداف من الكالسايت وحفظت على مدى السنوات. طبعا الجسم الرخو كان حي مات وبقي منه هذه الحفريات. النوع الثاني الحفظ الكامل. الحفظ الكامل هو حفظ الجزء الرخو مع الجزء العظمي مع كل الكائن الحي زي ما هو، حتى بشعرات جسمه، كل شعرة من جسمه تحفظ. وهذه لها أشكال معينة، لها ظروف معينة عشان يصير الحفظ الكامل. هو طبعا يعني ليس نوع منتشر من أنواع الحفظ، بالعكس تعتبر الأحافير تحفظ الحفظ الكامل أحافير قليلة ونادرة. على سبيل المثال حفظ الحشرات داخل العنبر أو ما يسموه الصبغ العربي، هذا الصمغ بيكون موجود في الأشجار، وكان هذا الصمغ منتشر بكثرة في عصر الحياة الكربوني وصور الحياة القديمة. لما تيجي الحشرة على الصمغ تقوم تنصاد جوة هذا الصمغ وينقفل عليها وتحتجز هنا باقي فترة حياتها وتحفظ بشكل كامل. التار أو الإسفلت، بركة الإسفلت، أيضا وقوع كائنات حية داخل بركة من بركة الإسفلت، ومن ثم تتأحفر هذا الكائن الحي داخل بركة الإسفلت، وبعد كده يتم يعني عندما يتم دراسة هذه البركة ممكن نلاقي بقايا هذا الكائن الحي محفوظة بالكامل داخل بركة الإسفلت من دون أي تغيير حتى الجزء الرخو. أيضاً الحفظ في
الثلاجات، من الأمثلة على ذلك الماموث اللي لقوه كامل محفوظ داخل الجليد، فينحفظ حتى الجزء الرخو من إيش الكائن الحي. هذه حافير أمامنا حفظت داخل الصمغ العربي، وهذه أمثلة لحافير حفظت داخل برك الأسفلت. النوع الثالث التكربن والتمعدن والاستبدال. هذه عمليات تطرأ على الأحفورة بعد حفظها ودفنها الجيد، وهي عملية الريكريستاليزيشن، البريمينيزيشن، الريبليسمنت والكربونيزيشن. الريكريستاليزيشن أحيانا هذه الحافير بعد ما تندفن وتنحفظ مع زيادة درجة الحرارة والعمق تحصل زيادة في حجم البلورات بسبب ارتفاع درجة الحرارة تحت سطح الأرض، وتؤدي إلى تغيير الشكل البلوري أو زيادة حجم البلورات في الأصداف أو في الحافير. النوع الثاني الريبليسمنت اللي هو الاستبدال، هو تغير المعدن الأساسي في الكائن الحي ويستبدل بمعدن آخر. على سبيل المثال عندنا الشكل على اليسار، هذه عبارة عن سبونج اللي هو نسميه الاسفنجيات، كان في الأول من عنصر الكالسايت وبعدين حصل له عملية سيليسيوس وأتبدل بمعدن سيليساتي. عندنا على اليمين أيضا براكي بودا هنا في هذه الصورة، كان أساسا عبارة عن كالسيوم كربونيت أو كالسايت، وبعد كده حصل له عملية استبدال معدني واستبدل بمعدن الكوارتز. كربونيشن، كربونيزيشن، الكائنات الحية أحيانا بعد ما تموت المواد، المادة الحية عبارة عن أكسجين، نيتروجين، هيدروجين وكربون. هذه المواد الحية مع زيادة درجات الحرارة تطاير. وإيش اللي يبقى؟ يبقى العنصر الثقيل اللي هو عنصر الكربون اللي غير مطاير. فعلى سبيل المثال شوف هنا عندنا صور لنباتات وأشجار بقي منها بس الكربون على الصخر. طبعا هي تأحفرت على هذا الصخر وانطبع شكلها عليه. بالنسبة لعنصر الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين مع زيادة الضغط والحرارة الطائر، بقوا بس عنصر الكربون في النبات، اللي باقي في النبات هو اللي انطبع على تلك إيش الصخور. من المنتجات اللي برضو تطلع بهذه العملية اللي هو الفحم الحجري. عملية التصخر، عملية التصخر تحدث عندما تترسب المواد المعدنية داخل الفجوات والثقوب أو المسامات الموجودة في بقايا الكائن الحي أصلي. يعني عندنا مثلا الأشجار هذه، في لو قربنا منها وشوفنا النسيج حقها حتلاقي فيه مجموعة من الفراغات والثقوب بين الأخشاب، وأيضا العظام في مسامات في النسيج العظمي. هذه المسامات لما يجي عليها راسب آخر أو محلول آخر يدخل فيها ويتشبع فيها زي السيليكا أو الكوارتز أو الكالسايت، فالخلية تتماسك وتتصلب وتصير متصخرة، ما تكون نفس الشكل الطبيعي اللي هي عليه، بل تستبدل هذه الفراغات بمعدن آخر فتصبح متماسكة ومتصخرة.
على سبيل المثال الأشجار المتصخرة أو المتحجرة وبعض عظام الديناصورات المتحجرة. طيب آثار أو طوابع. آثار المشي للكائنات الحية، طبعا تختلف الآثار من مشي إلى آثار زحف إلى آثار ريستينج أو نوم الكائن الحي في مكان معين، ينام في مكان معين يأخذ له فترة نوم أو راحة وبعد كده يمشي من هذا المكان، لكن يبقى المكان أثر، يبقى للمكان اللي كان فيه إيش أثر. على سبيل المثال هنا عندنا الريستينج، الريستينج هو إنه اضطجعت، يعني هذه الحفورة اضطجعت على مكان معين وبعد ما اضطجعت ومشيت بقي منها إيش المكان اللي هي اضطجعت عليه، بقي أثر إنه الحفورة كانت في هذا المكان. أو أثار الزحف الكائنات الحية أو أثار الووكينج المشي، عندما تمشي كائنات حية في أماكن أحيانا بتخلف وراءها آثار مشي. أيضا الفضلات، فضلات الكوبرولايت هي عبارة عن الفضلات اللي تطلع من الكائنات الحية، طبعا يتم دراسة هذه الفضلات ودراسة طبيعة الغذاء اللي كان يتغذى عليها الكائنات الحية، ومن ثم يتم تفسير البيئة اللي كان عايش فيها الحيوان صاحب هذه الفضلات وطبيعة الحياة وطبيعة النظام الغذائي اللي كان موجود في تلك الفترة. طبعاً الكوبرولايت تعتبر من الأشياء الثمينة، الناس أحياناً يعني الجيولوجيين يبحثوا عنها، الجيولوجي اللي يلاقي أجزاء من الفضلات كانت الحياة قديمة هذه طبعاً يكون محظوظ لأنه راح يبيعها ويكسب فيها مبالغ ممتازة. يعتبر من العناصر المهمة إن نقدر نقسم بيها ونعمل بيها كلاسيفيكيشن للكائنات الحية. القوالب أو النماذج، النماذج والقوالب عكس بعض. القالب هو شكل أو رسم أو جزء معين خلفته الحفورة عندما كانت متواجدة في هذا المكان، يعني مثلا حفورة جلست على الطين أو سقطت في مكان مثلا على طين معين، إيش اللي راح تسوي في الطين؟ راح تسوي رسمة لها تحت الطين عندما تزال، عندما تيجي تيارات بحرية مثلا تنقل هذه الحفورة من مكان لمكان، المنطقة اللي كانت فيها الحفورة أخذ شكل الحفورة اللي كانت فيها، هذا نسميه القالب، عبارة عن شكل لحفورة كانت موجودة في هذا المكان. النموذج هو العكس، النموذج عندما تمتلئ هذه الحفورة بمعادن دائبة أو رواسب أخرى، هذه الرواسب تأخذ شكل الحفورة، الرواسب دي عبت الحفورة، بعد ما تتكسر الحفورة يبقى شكل هذه الحفورة من الداخل، فكأنها حفورة حقيقية، يعني تشوفها تحس إن هي دي حفورة حقيقية، لكن لما تتأكد تلاقي إنها عبارة عن رواسب ولكنها أخذ شكل الحفورة. فإذا هذا الجزء البوزيتيف، يقول جزء بوزيتيف يعني مو شيء، لا شيء يعني ممكن تشوفه بوزيتيف. طيب هذه أنواع الحفظ، خلصنا محاضرة أنواع الحفظ، الآن ندخل على تصنيف الأحافير، محاضرة ثانية، محاضرة تصنيف الأحافير. الأحافير تتصنف من كينجدم أو مملكة كبيرة زي تصنيف أي كائن حي، مملكة كينجدم، ومن ثم بعد المملكة في فايلم اللي هي الفصيلة، ومن ثم كلاس
اللي هي شعبة، وبعد كده جينس، وبعد جينس في سبيشيز وهكذا. سبيشيز أو جينس، يعني مثلا على سبيل المثال مملكة الحيوانات، في من ضمن مملكة الحيوانات الثدييات، تحت الثدييات بسيط الثدييات في شعبة الثدييات آكلات اللحوم. من ضمن آكلات اللحوم نجي للجنس، الجنس في النمور أو الفصيلة species، النمور. النمور أنواع أكثر من جنس، النمر الأفريقي، النمر الأسود، النمر مجموعة من إيش الأجناس. نفس الطريقة إحنا نقسم الأحافير. أول فايلم راح نأخذه وأول طائفة نسميها طائفة المفصليات. من اسمها مفصليات، أي أنها تحتوي على مجموعة من المفاصل، جسمها يحتوي على مجموعة من المفاصل. فإذن الفايلم حقتنا هي أرثروبودا، الكلاس تراينوكليوس، ثلاثية الفصوص. الجينس ترايلوبايت، يحتوي الجسم على ثلاثة فصوص، الرأس اللي هو السيفالون، بعدين الثوركس اللي هو الصدر، وبعدين البيجيديوم اللي هو الذيل. طبعا هذه التسميات مأخوذة من اللغة اللاتينية القديمة. في الحافير تتصنف الحافير حسب اللغة اللاتينية، ذلك باجتماع الهيئات أو المنظمات اللي تشتغل على دراسة الحافير. لو رحت انت أوروبا حتلاقيهم كاتبين أسماء الحافير وتفصيلها باللغة الألمانية، في باللغة الفرنسية عند فرنسا، لو رحت اليابان تلاقي تصنيف آخر باللغة اليابانية، لو رحت درس الإنجليزية عندهم تصنيف آخر باللغة الإنجليزية. ولذلك اجتمع العلماء قالوا ما يصير كذا، يعني سوي أكثر من لغة وأكثر من مسمى، لازم نجتمع على مسمى موحد. فاختاروا لغة تكون محايدة بينهم، فاختاروا اللغة اليونانية القديمة بحيث أنها من أقدم اللغات المعروفة ومن أقدم اللغات العلمية، وقسموا الأحافير عن طريقها إلى فصائل بأسماء لاتينية. طيب عصفورة الترويبايت قلنا سميت كده عشان عندها مجموعة من المفاصل، ظهرت في العصر الكامبري وانقرضت في عصر اسمه العصر البرمي. طبعا يعني العصر الكامبري إلى البرمي هذا من عصور الحياة القديمة، نسميها عصور الحياة القديمة. فإذا حفورة الترايلوبايت تعتبر حفورة مرشدة لفترات الحياة القديمة، يعني تواجد هذه الحفورة على أي طبقات صخرية يخلينا على طول نفكر أنه احتمال يكون عمر هذه الطبقة ابتداء من الكامبري انتهاء بالبرمي. وتعتبر هذه الترايلوبايت حفورة من الأحافير البحرية. طيب فايلم جرابتوليثينا الخطيات، فايلم جرابتوليثينا الكلاس حقتها جرابتولايت. الجرابتولايت هي مجموعة من الحيوانات المنقرضة كانت تعيش على مستعمرات. ايش في الشات في حادثة؟ لا 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 ابدا مش مرور معي، شكلها هي زي الريشة، شكلها كده يشبه الريشة، عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية تعيش على حاجات زي الكؤوس كده، زي الفتحات تعيش داخلها الكائنات الحية، نسميها الخطيات. انتشرت خلال حقبة الحياة القديمة، كانت تعيش ملتصقة بالصخور أو ملتصقة بالأعشاب البحرية، ظهرت في العصر الأردوفيشي وتعتبر أحافير مرشدة لذلك العصر، عبارة عن يعني حاجة زي الريشة كده، يشبه الريشة، هي تقريبا مجموعة من الأعشاب، يعني قريبة من الأعشاب، وداخل هذه الأعشاب يكون في كائن حي داخل كل إيش كل واحدة من دي الريش الصغيرة.
فايلم نيداريا اللاسعات، ومن أهمها اللي هو الكورل المرجان، عبارة عن مستعمرات من الحيوانات تنتمي إلى اللاسعات، أو في لها اسم ثاني اللي هي سولينتراتا جوف معويات. تشترك في مجموعة من البوليبس أو البوليبات، تكون مستعمرات. تسمى الحيوانات اللي كانت حية اللي تعمل مستعمرات نسميها إيش؟ الحيوانات بانية الشعاب. يختلف باختلاف نوع المرجان، في أنواع منها تعيش على مستعمرات زي كده، في أنواع سولتري تعيش مفردة، يعني تعيش يا مفردة يا في مستعمرات. الفايلم نيداريا الكلاس اللي عندنا أنثوزوا. فايلم مولوسكا شعبة أو فصيلة الرخويات، طائفة الرخويات، من أمثلتها اللي هي الحلزون. طبعا الرخويات من اسمها يعني عبارة عن كائن جسمه رخو. هي ثاني أكبر شعبة من الحيوانات اللافقارية، هو عنده جسم رخو فما عنده إيش؟ ما عنده فقرات وما عنده حبل شوكي ولا عنده شو اسمه، معلش هيك العظمي. تنقسم الرخويات إلى 7 طوائف، أهم هذه الطوائف المحاريات، القواقع، البطن قدميات والرأس قدميات. رح ناخذ احنا 3 طوائف عشان. معظم حيوانات هذه الطائفة تعيش بحرية في المياه العذبة، وفي بعضها يعيش عند المياه المالحة. زي ما قلنا بما انها رخويات فهي لا تحتوي على عمود فقري، رخوة جدا، بعض انواعها شفاف صعب رؤيته، وبعض انواعها يكون داخل صدفات ويعيش داخل الصدفة. تعيش هذه الحيوانات فوق الأعشاب والأحجار، وأحيانا تعيش في الأشجار. تحتوي هذه الكائنات الحية على جسم رخو أو عضلة أو رأس أو قدم رخو. هذه طائفة المولوسكا بشكل عام. هل راح ناخذ من الطائفة دي كلاسات؟ أول كلاس ناس جاستروبودا، البطن قدميات. هي أكبر أنواع الرخويات. على سبيل المثال عليها الحلزون. لديها قدم كبيرة مقارنة بباقي أنواع الرخويات. معظمها يعيش داخل صدفة، عندها صدفة خارجية وتعيش جوتها. الرأس قدميات سيفالوبودا هي عبارة عن رخويات مفترسة، قد تحتوي على صدفة داخلية أو خارجية، وقد تكون أحيانا بدون صدفة. من أمثلتها الأخطبوط والحبارة. آخر كلاس رح ناخده كلاس بايفالفيا، أي ثنائية المصراء أو ثنائية الصدفة، تعتبر من الرخويات البحرية. هذه الطائفة تتضمن المحار، المحار المروحي، المحار المنزمي، بلح البحر، عبارة عن نصفين دائريين، صدفتين متناظرتين متماثلتين، بحيث أننا لو جمعناهم مع بعض تلاقيهم متماثلين، ارتبطوا برباط يسمى المفصلة. المفصلة تكون عند الالتقاء هنا في الرأس، تلتقي الصدفة وتنفتح تنقفل منها. ثنائية الصدفة فريدة من الرخويات من نوعها، فهي فقدت بعض أجزاء مصفياتها التي تستخدمها لتنقية العوالق من الماء البحر. طبعا هي تفتح شوية وتدخل المياه وتأخذ العوالق تتغذى عليها، تعمل فلتريشن تطلع المياه من جديد بعد ما تغذى العوالق.
كده احنا اخذنا أربعة فايلم واخذنا سبع كلاس، هذه لازم نتعرف عليها ونفهمها. وإذا إن شاء الله درسنا مادة الأحافير نزلتوها، إن شاء الله راح نتعرف على الأحافير بشكل أكبر. طيب شباب، الأسبوع القادم إن شاء الله الساعة 2 نفس موعد المحاضرة دي الاختبار النهائي بإذن الله. أنا راح أسوي محاضرة مراجعة بإذن الله، راح أسوي محاضرة لايف شو عشان نراجع المنهج بالكامل عشان نذاكره، وأيضا مراجعة للاختبار بإذن الله. نشوف ممكن نخليه يوم السبت قبل الاختبار كده نراجع، أو الأحد. خلاص حاضر، هذه مسجلة راح أرسلها لكم بإذن الله خلال نص ساعة إن شاء الله.